سيعرف تلاقح وثقافات باعتبار أنه سيكون محج للعديد من الكتاب والدكاترة والباحثين في مختلف المجالات، هم أجانب وكذلك مغاربة بصفة عامة وكتاب الشرق بصفة خاصة، مما سيضفي إضافة نوعية أو سيعطيه إضافة نوعية لهذا المعرض، باعتبار أننا جد محظوظون بمدينة وجدة أن يتواجد لدينا مثل هذا المعرض، خصوصا وأن استراتيجية وزارة الثقافة دائما تدعم وتكون شريكة في جميع المعارض للكتاب، سواء المعرض الدولي الذي تنظمه بالرباط أو المعارض الجهوية بمختلف مناطق المملكة، وبالإضافة إلى بناء الخزانات والوسائطية بمختلف المديريات الجهوية، وهذا يعني أنها تعنى بالقراءة والكتاب وتعطيه أهمية كبيرة، خصوصا وأننا في زمن العولمة، أي أن هناك ابتعاد كثير عن القراءة والمجالات كل ما يتعلق بالقراءة والكتابة. بالنسبة لهذا المعرض كان نتمنوا أنه يكون ناجح في الدورات السابقة، خصوصا كما قلت أنه في 47 رواق، وهذا 47 رواق ضروري أنه كل رواق غادي يكون إلى جانب رواق آخر، ما معنى أن يكون هناك واحد تلاقح فكري وأدبي وعلمي اللي غيعطينا واحد الإضافة نوعية لمدينة وجدة، ونتمنى لهم الجميع التوفيق بإذن الله وشكرا. Présent ici à Oujda au salon du livre parce que d'abord nous partageons l'idée que le livre est un des meilleurs instruments de transmission et que dès la tendre enfance il faut que on habitue les enfants à la lecture. La lecture va dépasser, va perdurer les images. Et nous avons des livres très anciens et il n'y a pas beaucoup d'images très anciennes. Et les livres permettent de se construire son propre imaginaire. Et ça, c'est aussi très important. C'est pour ça que nous, en tant que collectivité territoriale, nous participons à ce salon parce que nous voulons que toutes les collectivités d'Afrique prennent la lecture et le livre, en particulier par les enfants, comme une des missions des collectivités territoriales. Et c'est pour ça que nous avons souhaité être présents ici et nous allons rencontrer des éditeurs. Nous avons été très émerveillés parce que les éditeurs qui font des livres d'enfants, c'est merveilleux et nous voudrions que cette expérience soit partagée sur l'ensemble du continent. الدورة كتقام على غير سابقتها تحت الرعاية ديال سيدنا نصر الله وخذات كشعار الكتابة والزمن. دعينا لها عدد كبير من الناشرين اللي جاوا من مدن مغربية، من فاس، من الدار البيضاء، من طنجة، من مراكش، واللي كيتجاوزوا 30 دار نشر من كبار دور النشر في المغرب، بالإضافة إلى 150 ديال المتدخلين اللي غادي يغنيوا المواعيد المستديرة واللي جاوا من بلدان أفريقية مثل السنغال، الكامرون، موريتانيا، تونس، ومن بلدان عربية أخرى كالعراق، كالأردن، عمان، فلسطين، ودول أوروبية من بينها فرنسا، إنجلترا، الدنمارك، بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية. هاد الموائد المستديرة اللي غادا تبدأ إن شاء الله غدا ما تفوق تقريبا 20 مائدة مستديرة خلال هاد الأربع أيام، سنناقش خلالها بمختلف اللغات وأساسا العربية، الأمازيغية والفرنسية بعض المواضيع المرتبطة بالكتابة والزمن، كمثال الآداب الأفريقية، الهجرة، الجالية والرقمنة. وخصصنا كذلك فضاءات خاصة بالأطفال ليتدربوا على الديداكتيك الجديدة خاصة للودوتيك التي تساعدهم على التفتح العلمي والتفتح البيداغوجي، وفضاء خاص بالشباب وقد تركت لهم الحرية في اختيار المواضيع التي ترتبط بشعار الكتابة والزمن. هذه السنة كذلك انفتحنا على الخارج، فهناك أنشطة خارج الأسوار، مثلا بجامعة محمد الأول سيستفيد الطلبة من خبرة وكفاءة هاد الخبراء اللي غيشاركوا في المعرض، لأنهم غيتوجهوا الجامعة
الجامعه وغادي يديروا لقاءات ومحاضرات مع الطلبه الجامعيين وكذلك ببعض الثانويات بالمدينه. وانفتحنا كذلك من اجل ادماج نزلاء المؤسسه السجنيه بمدينه وجده، وسننظم كذلك معارض تشكيليه برواق الفنون مولاي الحسن. الهدف من هذا المعرض اللي اصبح كيفرض وجوده من بين المعارض ليس فقط الوطنيه وانما الدوليه، لان البرمجه ديالو ولات كتخاد باعتبار المعرض ديال جنيف، المعرض ديال باريس، ومعرض ديال بروكسل. والهدف منه هو تشجيع الطفل والشاب على القراءه، لان اصبح لدينا نفور من على الكتاب لفائده السمارت فون، لفائده التابلت والميكرو اورديناتور. فكما تعلمون القراءه اصبحت في انخفاض حاليا، بعض الاحصائيات مخيفه تذكر بان الطفل العربي بصفه عامه لا يقرا في السنه الا 7 ثواني، في حين ان الطفل الاوروبي يقرا ما يزيد عن 200 ساعه خلال السنه. كما ان دور النشر عرفت بعض التراجع، بحيث لا تتجاوز اصداراتنا في مختلف مؤسسات النشر حوالي 4000 اصدار جديد، في حين انه في الولايات المتحده الامريكيه يتجاوز العدد 80000، وفي الصين يتجاوز 400000. لذلك نحاول ان نشجع الصناعه الثقافيه بالمنطقه الشرقيه.